الحقيقة أنا عاوز أقول لكم بس إيه قبل ما أبدأ الكلام، غصب عننا بنتكلم في المواضيع دي لأنه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، ده فريضة إحنا لا اختيار لنا فيها. نعم. فاحنا لازم نقولها. ايوه ناس بتزعل، ايوه ناس بتتقمص، ايوه ناس بتاخد على جنب، بس غصب عننا. وكرر قلقتني يا شيخ خالد. ايوه لا انا اصلا انا كنت بتكلم على راقصه وطالعه بتتكلم نيابه عن الله وتقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عاوزني اكون راقصه، وهو ربنا اللي اختار لي ده، وهو ربنا وربنا وربنا. فطبعا الكلام الحقيقه يعني يا اخي ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم. بنقول يا جماعه اذا بليتم فاستتروا. احنا مش بنتدخل في شخصيه حد، كل واحد حر بينه وبين ربه هيحاسب، انما ما تتكلمش باسم الدين وتحاول الست اللي ده منهج الشيطان يا مولانا. ليه منهج الشيطان؟ ابليس بيقول لربنا فبما اغويتني لأزينن لهم في الارض. بقول لربنا انت اللي اغويتني، استغفر الله. ده لو هي كانت عارفه ان ده اغواء ده الكارثه، هي عدت الشيطان. الشيطان بيقول ده اغواء، انما هي بتقول لا ده رزق، ده فن، ده فضيله. واخطر ما فيه لما بيكون الكلام ده اخطر ما فيه لما الكلام بيكون على الملأ، مش امر شخص بينه وبين نفسه. أيوة. يعني كل واحد بينه وبين نفسه يعتقد ما يشاء، يفعل ما يشاء، كل واحد حر في علاقته بربنا. لكن يطلع على الملأ ويقول مثل هذه الالفاظ ومثل هذه الجمل ومثل هذا الكلام، فبيلبس بيه على الناس اكتر. حضرتك اجت في انك انت اشرت لهذه النقطه، لان بعض الناس يقول لك طب يا جماعه اتصلوا بيها بالتليفون ولموا لا ما ينفعش. لا بعد ما قالت الكلام على الهواء، الخطا اللي على الهوى ملوش علاج الا على الهوى، زي ما بنعمل كده دلوقتي. انا هقول لكم على خبر تاني عشان بس ايه الليله تبقى جميله كده. واحده ما اعرفش هي شغاله ايه بالظبط، بره دايره الراقصات يعني، دخلنا في حاجه ندخل حاضر. هي بيقولوا عليها فنانه او ممثله او خلاف، المهم ايا كانت يعني. فطبعا انا ما يعنينيش الشخص، عشان كده انتم خدوا بالكم حريصين على ان احنا ما بنتعرضش لذاتي الشخص نفسه الا لو كان في مجال سجال علمي زي ما عملنا مع حجازي الحويني. احنا بنتكلم هنا على حاجة تانية خالص، واحدة بتشتغل في الفن او خلافه، ونسأل الله الهداية للجميع. أمين. طيب بيسألها المذيع ولا المذيع بتسألها ايه رأيك ايه ايه رأيك ايه في الحجاب؟ قلت لها لا انا مش مؤمنة بالحجاب. يا ست انت حرة يا ست، مش مؤمنة بالحجاب. لحد كده ما عندناش أزمة. لحد كده مفيش قضية، انت مش مؤمنة بالحجاب ده امر يخصك، انما اسمع بقى اللي جاي، اسمعوا اللي جاي اللي وقولوا لي ينفع نسكت بعد ما هقول لكم هي قالت ايه. انتوا نفسيكوا ايها المشاهدون الكرام ينفع نسكت ونطنش ولا بس؟ ده سؤال مجرد. الست بتقول ده حتى ده انا فرغت الكلام، بيقول ده في واحدة من زوجات النبي ناسية اسمها، ستنا ايه ناسية اسمها، من زوجات النبي. ها بتتكلم دلوقتي عن مين؟ عن امهات المؤمنين، عن عرض رسول الله، عن امهات المؤمنين رضي الله عنهن ارضهن. وقالت ايه؟ قدمت للزائر مشروب. يعني ايه قدمت للزائر مشروب؟ قاعده في كافيه ايه يعني ايه ده قدمت للزائر مشروب؟ هي امهات النبي كانت بتقدم مشروب، مشروبات للضيوف بتوع النبي. اسمع قدمت للزائر مشروب، فاسمع اللي جاي دي، فبان صدرها لانه مفتوح. استغفر الله العظيم. تخيل حضرتك الوقاحه وصلت الى اي مدى. مرات النبي ام المؤمنين قدمت مشروب للضيف وصدرها بان لانه مفتوح. شوف تخيل حضرتك هكذا يتكلمون عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله يهديهن، يعني مش عاوز ادعي على حد، بقول ربنا يهديهم، ما عنديش كلام اقوله، لانه مفتوح. ودول كانوا بيحطوا الخمار في الصحراء مش حجاب، لا ده عشان يقيهم الشمس، ده حضرتها بتنظر وبتأصل. والدليل انه ربنا لما قال له قل لنسائك ينزلوا الخمار على الحجاب عشان الإسدال بعد النقاب لما يرفع، لما يطرح اي كلام. يا عبد السلام كلام يعني الحقيقة كلام ما يتردش عليه غير ان اقول لها يا ست انت عيب عيب، لن نسمح بالخوض في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالخوض في عرض امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضهن. بس ده الكلام اللي احنا بنقوله بمنتهى الادب والاحترام، وبنقول يا جماعه يا اللي قدمتوا هذا الكلام يعني يا ريتكم ما قدمتوه، هتحاسبوا بين يدي الله ان كرامه امهات المؤمنين تمتهن لهذه الدرجه على السنه هذه وتلك. نسال الله لهن الهدايه.